اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ سوبر ماما. انا عايده. هنعمل النهارده روست تشيكن، فراخ روستو ومعاها الصوص الجريفي بتاعها. تعالوا معانا نشوف المقادير. فرخه كامله متنشفه كويس قوي، طبعا مغسوله ومتنشفه كويس قوي، جزر، بطاطس بقشرها، بصل، مكعب زبده صغير سيحناه، كرفس، زعتر، نص مرقه دجاج، معلقه صغيره توابل شوربه، ومعلقه صغيره فلفل ابيض، وشويه مستكه صغيرين. التوابل اللي هحطها من فوق: معلقه صغيره توم بودره، ربع معلقه ملح ليمون، ملح وفلفل حسب الاحتياج، زعتر مجفف، بابريكا، وربع معلقه شطه اختياري. لصوص الجريفي بتاع الفراخ هنستعمل جزر متقطع صوابع، بصله متقطعه 4 ارباع، كرفس، بقدونس فريش متقطع، دقيق 200 ملي كريمه، معلقه صغيره توابل شوربه، ومعلقه صغيره فلفل ابيض، وزعتر. هنعمل خلطه التوابل اللي هنحطها على الفراخ من فوق ومن بره: بابريكا، شطه، ما نكترش لان الشطه البودره بتبقى حاميه قوي، زعتر مجفف، ملح الليمون بيفرق قوي في الطعم، فلفل ابيض وملح، ولسه هنحط ملح في الحشو من جوه، وتوم بودره. هنخلطهم كده كويس بايدينا وهنحطهم على جنب. نجيب الفرخه بتاعتنا. الفراخ منشفينها كويس قوي قوي علشان عايزين الجلد بتاعها يبقى كريسبي في الاخر، ومسيحين زبده. ممكن لو عايزين تحطوا زيت زيتون او اي نوع زيت زي ما انتوا عايزين. طبعا البابريكا بتساعدنا جدا على اللون الاحمر اللي هتشوفوه في الاخر. نتاكد بس ان كلها متغطيه بالتتبيله اللي احنا عاملينها. انا هستعمل طاسه بدريني، هي ما بتلزقش ده اكيد، بس هي انا عايزه زبده علشان الخضار اللي انا هحطه ياخد من طعم الزبده، لان الزبده برضو اللي احنا حاطينها في الفراخ قليله جدا. انا بس هعمل مسحه بسيطه كده خالص. وهنحط الكرفس، نعمل زي بيدنج سرير للفراخ. هنحط الفرخه من فوق، نتاكد تاني ان كل التوابل عليها. هبتدي احشي الفراخ من جوه. في ناس بتتبل برضو ما بين اللحمه والجلد، بس انا ما بحبش اعمل كده، انا بحب احطها من بره والتتبيله من جوه. وهحط الفصين التوم جوه، شويه ملح. ما تخافوش لما تيجي تحطوا ملح لان كل ده هيتشرب في الاخر للحمه من جوه، وفلفل ابيض. واخر حاجه هحطها نص الليمونه، هقفل بيها الفراخ، وهجيب دوباره دلوقتي عشان اقفل الرجلين. عايزين الفرخه تبقى في نص الفرن بالظبط، فالصاجه تبقى تحت شويه عشان الفرخه تبقى في نص الفرن. في طريقتين: في ان ممكن نحمر الوش الاول وبعدين بنكمل سواها، وفي الطريقه الثانيه ان احنا بنحمر الوش في الاخر وبنعمل السوا في الاول. فاللي عايز يعمل كده يعمل كده، واللي عايز يعمل كده، بس انا بفضل طريقه درجه حراره 200 الاول لمده 40 دقيقه، وبعدين بهدي النار على 160 لمده 40 دقيقه كمان. طبعا بشوف السوا في النص والشوايه مفتوحه من فوق. الوقت خلص، هنبص على الفراخ، بنتاكد انها استوت ان احنا ناخد شوكه ونبص ما بين الورك والصدر ونحط كده الشوكه سنه. لو طلعت ميه كلير ما فيهاش اي لون يبقى كده استوت، لو طلعت ميه فيها سنه بينك فاتح يبقى لسه ما استوتش. فاحنا معانا كده الفراخ استوت، هناخدها هنصفي الميه اللي فيها ونوريكم ازاي نعمل الجريفي صوص. حطينا تقريبا لتر ميه في حله، وهنحط الكرفس زي ما هو. اللي انا عملته هنا دلوقتي هعمل مرقه عشان هستعملها مع الصوص اللي هيطلع من الفراخ. كل السوائل اللي هتنزل من الفراخ هستعملها مع الميه اللي هتطلع من هنا علشان اعمل صوص الجريفي.
انا هعلي عليها لحد لما تغلي، وبعدين هوطي خالص وهغطي عليها علشان تديني اكتر طعم ممكن. دلوقتي المرقة اللي احنا بنعملها غليت، فهزود لها البقدونس والزعتر وهوطي عليها خالص، اوطى حاجة وهقفل الغطاء. كده اخدنا ريحة كل الخضار اللي احنا حطيناه، هنصفيها ونستعمل المية دي في الجريفي. هعمل دلوقتي صوص الجريفي، حطيت شوية زيت وسبته يسخن قوي، وبعدين هحط شوية يعني حوالي معلقة ونص دقيق كبيرة، وهحمر الدقيق لحد لما يبقى بني خالص، عشان انا عايزة الصوص بتاعي يبقى بني. دلوقتي هنحط كل السوائل اللي طلعت من الفراخ اللي احنا صفيناها عليها الشوربة اللي احنا كنا عاملينها. هنوطي النار شوية عليها ونسيبها تتقل، واحنا بنقلب طبعا هنعصر عليها شوية ليمون. كده خلاص السمك اللي احنا عايزينه من الصوص، هنحط له شوية كريمة صغيرين. كده خلاص بعد ما حطينا الكريمة وتقل ولونه غمق شوية، خلاص احنا كده الصوص عندنا جاهز. جربوا الفراخ الروستو وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. باي.